11/12 اضراب عام في بلدة حيان. اضراب الكرامي مجلس مدينة حيان، تضامنا مع أهالينا في حمص المحاصرة. اضراب الكرامي يوم 11/12/2011. تم تعطيل أقفال مجلس مدينة حيان، وتم بعون الله الإضراب. مركز حيان الصحي إضراب عن العمل في يوم إضراب الكرامة 11/12/2011. إضراب عام بلدة حيان، مركز حيان الصحي إضراب في يوم الكرامة. إضراب الكرامة تضامن مع أهالينا في حمص المحاصرة. إضراب طلاب حيان عن الدراسة في يوم إضراب الكرامة، بلدة حيان ريف حلب، تضامنا مع أهالينا في حمص المحاصرة. يوم 11/12/2011، بلدة حيان، إضراب عام طلاب المدرسة. إضراب عام لطلاب بلدة حيان، تضامنا مع أهالينا في حمص. وقام الثوار بمنعهم من المجيء إلى المدارس، وتم نجاح الإضراب بعون الله تعالى.